اخبار البنوك يا ابو جي. فتنا اخبار البنوك بلشت السنه الجديده، اخبار البنوك لو دو اول نهار بالسنه. كيف كانت اخبار كيف صارت اخبار البنوك اليوم؟ عاده انت ايش كانت اخبار البنوك؟ فلان فات سحب مصاري حد شك، هيك اخبار البنوك. هلا اخبار البنوك كلها هيك. في صيدا عمد محتجون الى اقفال مدخل احد المصارف بواسطه شاحنات ورافعه بسبب رفض إدارة المصرف صرف شيك بالليرة اللبنانية لأحد المواطنين صادر عن الضمان الاجتماعي، وهو تعويض نهاية الخدمة بقيمة 16 مليون ليرة لبنانية قبل أن يعيد المصرف صرفها. وضحت إدارة بنك لبنان والمهجر في بيان أن هذه المجموعة دخلت إلى الفرع المذكور بالقوة ولم تفلح عناصر القوى الأمنية المتواجدة في المكان بضبط الوضع، وقالت جرى ذلك بقي الزبائن والموظفون محتجزين رهائن لساعات طويلة قبل أن تضطر عناصر من القوى الأمنية المدعومة بتعزيزات إضافية إلى التدخل لتحرير الزبائن والموظفين، وأبقي على مدير الفرع رهينة داخل الفرع. إلى أنه في ساعة متأخرة من الليل وبعد تفاوض مضن تولاه المسؤولون الأمنيون بالتنسيق مع إدارة المصرف التي كان همها الأساسي سلامة مدير الفرع المعرض للخطر، تم الإفراج عن هذا الأخير. فحلوين. هلا حتى اخبار البنوك ما عم بحطهم الاخبار الاقتصاديه، بحطهم الفقره الامنيه. اصلا اذا مش عم تطلع شو عم بيحكوا شو بتسمع، واستخدمت التعزيزات الامنيه ودار اطلاق نار واحتجز الرهائن داخل المصرف، ما بتقول شو هذا بطل بنك، هذا صار بنك الدم بطل. كيف بنك الدم؟ انا امبارح رحت على البنك قلت له مرحبا استاذ بدي افتح حساب بوزيتيف عبون معروف عندكم، انا مش معقول بنك ما بقى له طعمه، خبيط ولبيط ودم، حتى الاي تي ام ما بقى استعمل اصلا عن جد. الاي تي ام ليه ما بينزلون عليها شي لعبه ناخذ هالاولاد والله. سوبر ماريو شي سوبر ماريو مثلا، تعال بابي نروح نلعب سوبر ماريو بالكريدي اليابانية مثلا. وينك وينك بابي بالابيس؟ لا بابي انا هون ببيبلوس سيرمير. لا بالبنك عم بلعب مورتال كومبات على الاي تي ام، مش مورتال ستريت فايتر، ستريت فايتر عم يلعب ستريت فايتر ابني قاعد هونك على البنك. ستريت فايتر برا وستريت فايتر جوا بالبنك عم بضرب. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.